مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. روسيا تحبط مخططا إرهابيا بشن هجمات في احتفالات العام الجديد. البحرية الأرجنتينية تعلن رصد جسم على عمق 1000 متر قد يكون الغواصة المفقودة. ومحمد صلاح أفضل لاعب إفريقي بعد تصويت قياسي. واليونيسف تقول إن 170 ألف طفل ينضمون إلى مستخدمي الإنترنت كل يوم. ودراسة أمريكية تثبت أن التدخين يبطل مفعول الأدوية خاصة أدوية الكلى. وجوجل تعكف على تطوير جهاز ذكي يتيح للأباء أن يراقبوا أبنائهم الصغار عن بعد، ما يبشر بالاستغناء عن جليسة الأطفال مستقبلاً. ودراسة تكشف أن الرجال أكثر شعوراً بالتوتر من النساء عند شراء الهدايا واستقبالها.